في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات تحول الدولي المصري محمد صلاح من مجرد لاعب محترف كبير إلى أسطورة لأحد أعرق الأندية في التاريخ عندما انضم في عام 2017 إلى نادي ليفربول. وخاض محمد صلاح 305 مباريات بقميص الريدز مسجلا خلالها 186 هدفا ومقدما 74 تمريرة حاسمة وسجل هاتريك في 4 مناسبات. وخلال رحلته مع ليفربول توج محمد صلاح كأفضل لاعب إفريقي مرتين وكان الأفضل في البريمير ليج في موسمه الأول وحصد الحذاء الذهبي 3 مرات كهداف للبطولة الإنجليزية وكان أفضل صانع ألعاب في عام 2022. وتوج صلاح بكل الألقاب الممكنة مع ليفربول حاصدا لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة بالإضافة إلى الثنائية الأوروبية دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وأخيرا كأس العالم للأندية.